السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فوت كافي ديزات، قناة الكرة الجزائرية، المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش دعمنا بالاشتراك اللايك والضغط على زر التنبيهات باش يجيكم جديدنا أكيد في كل وقت. أعزائي المشاهدين، اليوم جيت نتكلم عن يوسف بليلي. أولا مبروك ليوسف بليلي أنه بقى في الدوري الفرنسي وراح يلعب مع نادي أجاكسيو وأمضى معهم وراح يعني ب يعني صفقة استثنائية يسموها الجوكر، كان يعني يمكن لأجاكسيو أنه يستفاد منها قبل الميركاتو الشتوي وحقا استفاد منها، ولحسن حظنا أنه لاعبنا يوسف بليلي هو اللي كان المستفيد. برافو يوسف بليلي. أنا شخصيا كنت خايف أنه بليلي يروح إلى الخليج أو يجي إلى الدوري الجزائري مثل ما أشيع، والحمد لله انه بقى في فرنسا، لانه بليلي يعني بمشاكله بطوايشه يبقى لاعب مهاري ويبقى لاعب يمكن ان يقدم لنا الاضافه في المنتخب الوطني الجزائري. وقلت احنا ما عندنا حتى مشكل شخصي مع اي لاعب في المنتخب الوطني، اللي قدم الاضافه مرحبا به مع احترام القانون الداخلي للمنتخب وعدم تشتيت اللاعبين وتفرقه اللاعبين وتقسيم المنتخب الى اطراف كما بعض اللاعبين كانوا يديروا. حذرنا منهم بعد كاس افريقيا، الناس دخلوا شتمونا سبونا، لكن الان يجي الوقت ويبين شكون اللي يعمل للمنتخب وشكون اللي يعمل للمصلحه العامه وشكون الاناني اللي يعمل للمصلحه الخاصه وفقط. واليوم جيت نتكلم لكم على صفقه بليلي ودولور. راكم تشوفوا الان الصوره هذه اعزائي المشاهدين تاع موقع او تاع صفحه نادي اجاكسيو، تشكر فيها اللاعب دولور، ميرسي اوندي دولور، ميرسي اوندي دولور، ويضربوها له بغمزه معناتها انت اللي درت لنا الخيط. شوفوا لاعب يتوسط لبليلي باش يبقى في فرنسا. هم اللاعبين يحب المنتخب ويحب اللاعبين ويحب المصلحه العامه، في حين لاعب هذا بعض الاطراف في المنتخب الوطني طردوه من المنتخب، لاعبين سبوه شتموه احتقروه بما فيهم المدرب. قلنا لكم يا جماعه عيب ذا الكلام، اخلاقيا عيب، اخلاقيا عيب. ثم بعد ذلك نجي نشوفوا بيعطونا دروس عن الاخلاقيات وعن الاخلاق. تجي تكلمني على شوينغوم وانت تسب اللاعب تاعك في ندوه صحفيه، تحتقر اللاعب تاعك في ندوه صحفيه. مثلا انت في الندوه الصحفيه راك قلت ممكن كنت زعفان، قلت يروحوا يعني يشاوروا كلابهم اذا يجوا المنتخب ولا ما يجوش، هما في الاخير رايحين يجوا، كيفاش راح تتقبلهم؟ كيما سبيت دولور وشتمت دولور، قلت عليه العروسه، قلت عليه العريس، قلت عليه زورو، قلت عليه مرض من قلبه، ما يعرفش تاريخه، ما يلعبش للمنتخب، ما يحترمش المنتخب، ما يحترم زملائه، الشهداء ما يحبوش يجي في الاخير في المنتخب، اضطريت ان تستدعي للمنتخب. نفس الشيء الان تكلمت على اللاعبين هذو بهذا الشيء، هو دولور يعطيكم درس في الاخلاق. مش جزائري 100%، ولا مرة تكلم بالثورة، ولا مرة باع الأوهام بالثورة، ولا مرة جاب عنا الوطنية اللي الزايدة. لكن على الأقل اللاعب هذا ولو وحتى في وقت الناس كانت تسب فيه، داير العلم الجزائري في ظهره، ولا مرة نحاه، ولا مرة نحاه، رغم أنه علاقته بالوالدة نتاعو، رغم أنه علاقته بالجزائر مش 100%، لكن لاعب مثابر، وحدوته تعب اعمل اونترينا، ولا لاعب يعني قلائل لاعبين قلائل معدودين على الاصابع جاوا للمنتخب الوطني بمحض انفسهم، ولاعب عنده مستوى، لاعب يلعب في مستوى اول في الدوري الفرنسي، ماهوش احتياطي مع مارسيليا، ولاني غلط؟ رغم ذلك الناس حاربته وحبت تطرده الان باش تعرفوا بان المنتخب تاعنا هذا راه يسير بواحد الطريقه مش مليحه، او يسير بواحد الطريقه تصفيه حسابات. شخصيا انا ما عجبتنيش وتكلمت عليها من ذلك الوقت من كاس افريقيا. هاو الموقع تاع اجاكسيو او صفحه اجاكسيو تشكر دولور، ودولور هو اللي دار طريق لبليلي وشاف له خيط مع اجاكسيو، الان راه يبقى في اجاكسيو يبقى في الدوري الفرنسي، واكيد بليلي كذلك شكر دولور على هذه البادره الطيبه. لاعبين يخدموا بعضهم بعض، في حين شفنا اعلاميين جزائريين صحفيين طاحوا على بليلي وانتقصوا من بليلي وطاحوا عليه يعني بشتى الطرق. انا شخصيا قلت لكم ما نتكلمش عن المشاكل تاعو اللي دارها وهذيك الفيديوهات اللي نشرتها يعني الجماهير تاع براس، لاني انا قلت لكم دائما يا جماعه ان اللاعب لا يهمني يعني واش يدير خارج الملعب، لانه معظم اللاعبين الله غالب ما مش المستوى العلمي تاعهم ناقص وزيد تعطيلو الملايير اكيد الانحراف يكون اقرب شيء. لذلك انا افضل اني ما نتكلمش على اللاعب خارج الملعب، ما نتكلمش عليه، ما نتبعش عوارات اللاعبين، نتكلم عليه بما فيهم المدرب. المدرب نتكلم عليه في الندوه الصحفيه، نتكلم عليه مع يعني في وعمله مع المنتخب، خارج الشيء ما يهمنيش، اذا كان يصلي ولا يبات في البار ربي سهل عليه مش مشكلتي،
أن يتبعوا من ناحية كرة قدم. يعني هذا مش إنسان راه يمد لي في الدين ندعي عليه الدين تاعي باش لازم نعرف السيرة نتاعو كيفاش دايرة. لا، أنا نتفرج عليه حاجة تافهة، كرة قدم نتبعوا كرة قدم بصح حاجة تافهة. وعلاش نروح مثلا تلقى ناس يقول لك محرز ما شرفناش، ولا محرز هو عبارة عن سفير، ماهوش سفير. شكون اللي قال لك سفير؟ لا يا أخي، لا أخي ما تغلطش. محرز كرة، لاعب كرة قدم، نقطة إلى السطر. سفير نفسه، سفير نفسه. واش يدير برا؟ ينفسوا. انتم قاعدين تبعوا فيه وبنته كيفاش سماها وزوجته كيفاش سماها وين راح ويفوت باكوس، واش دخلكم؟ وعلاش تبعوا في عوارات الناس؟ ربي سهل عليه. وعلاش تعلقوا باللاعبين لهذه الدرجه حتى تولوا تقدسوهم؟ يا اخي لاعب كره قدم نقطه الى الصدر. خارج الملعب ما يهمنيش ولا يهمني ولا نعمر به راسي. نروح نتبعوا وين راه يروح، مع من راه يروح، وين راه يخرج، وين راه يدخل، واش راه ياكل، واش راه يشرب، واش دخلني في حياته؟ ربي سهل عليه. ما يمثلني، ما يمثل اي بنادم، يمثل نفسه وفقط، يمثل نفسه وفقط، نقطه الى الصدر. محرز اي واحد هو يمثل في نفسه بلا يدير اي حاجه. ربي سهل عليه. اما اني نقعد نهضر عليه ونشهر به ونتكلم عليه ونسفه فيه، لا يا اخي، ماشي، ما هي هذه. خلاص، يعني احنا خرجنا من كره القدم ورجعنا في 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 امر اخر، وهو امر عاطفي وامر سينمائي وامر ما عندوش علاقه. كره القدم تبقى في كره القدم، كره قدم، يصفر الحكم، ربي سهل، ما يهمنيش. لذلك انا نقول بانه دولور قام بعمل جيد بلا اللي ناس طحت عليه، انتقصت منه في وقت ما هذو اللي يسموا رواحهم احنا جزائريين وحنا نحبوا المنتخب. هو دولور قدم يد المساعدة لبلايلي، ودولور يبقى لاعب محترم. الحمد لله قناتنا لها كل الشرف أنها دافعت عن هذا اللاعب الرائع الخلوق، ولم نسقط في مستنقع الدناءة اللي سقطوا فيه الكثير، وهو مستنقع الإساءة لدولور، من يوتيوبر إلى ناس تعرفهم جيدا، ما نذكرش أسمائهم لأنهم بدأوا يتحسوا زيادة عن اللزوم. وحتى الناس، كاين الناس يتحسوا لما هذو الناس يتحسوا، لكن كل واحد يعرف نفسه وكل واحد يعرف على مرة أنا نحكو. الآن الوقت أثبت أنه هؤلاء الناس اللي نزلوا بمستواهم إلى الحاضر ودخلوا في هذا السوق الدناءة لستم بمحترمين، والتاريخ لن يرحمكم. كل واحد يعرف قدره، والرجال للرجال، دائما نقولوها. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. شكرا لك يا أوندي دولور الجزائري الحر على هذه البادرة الطيبة، وأنقذت بلايلي على الأقل من بطالة كانت ستدوم 3 أشهر كاملة، وفي نفس الوقت راح يبقى في الدوري الفرنسي في المستوى العالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.